السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح الدرس الأول لجريد 6. جريد 6 المنهج لسه ما نزلتش رسمي، لكن الوزارة بتسرب بعض الدروس عشان الناس اللي عايز يشتغل، اللي عايز يشوف الدنيا، يجس النبض يعني. هنقرأ الكلمات ونشوف القواعد اللي فيها، كلمات بس. الدرس بيتكلم عن حديقة مجتمعية، يعني community garden. community garden. كم الأو هنا بتعمل صوت الشوا. كم كم، مش بقول كم. يو لونج يو طبعا كوميونيتي، والتي جا بنطة هنا التي د كوميونيتي، تمام، لانها جايه من حرفين متحركين، والواي في الاخر بتعمل لونج اي، فبقول كوميونيتي جاردن، شورت اي شورت اي. تاني كلمه عندي كلمه ابارتمنت بلوك. ابارتمنت بلوك، ابارت ابارتمنت، شورت اي وشورت اي، بلوك بلاش نقول بلوك. ابارتمنت بلوك، ابارتمنت بلوك، ابارتمنت بلوك. ثالث كلمة عندي سماد طبيعي، طبيعي ده نحطه للزرع عشان ينمو، بيكون أورجانيك أحسن يعني، اسمها natural fertilizer. natural fertilizer، natural التي يو ار بتعمل تش، natural natural fertilizer fertilizer natural fertilizer. متطوع، وده الشخص اللي بيروح يعمل حاجة للدولة أو لمكانه من غير ما ياخد مقابل، اسمها volunteer. volunteer الأو هنا بتعمل أه volunteer، والإي إي بتعمل لونج إي. طيب حي المكان اللي احنا عايشين فيه اسمه neighborhood. neighbor neighbor الإي آي جي إتش بتعمل لونج إي، والإي آر الأو آر بتعمل إير. neighborhood neighborhood. مواد كيميائية اسمها chemicals. chemicals السي اتش هنا بتعمل ك، ولما تسمع سي اتش بتعمل ك، اعرف ان الكلمه دي جايه من اللغه الامريكيه اللاتينيه، تمام. chemicals ك شورت اي، م شورت اي، كولز chemicals. خس يعني ليدس. ليدس شورت اي ل، والتي جايه من حرفين متحركين منطقه دي ليدس، والسي طبعا منطقه صح عشان جاي وراها حرف ايه، حرف اي، واليو منطقه شورت اي ل د ل د ل د ليدس. ليدس عضو يعني اورجانيك، خد بالك ما اسمهاش اورجانيك. الاي هنا بتعمل لونج اي، وعندنا 90% او 95% من الكلمات المتحرك ساكن متحرك بتعمل لونج اي، لونج فاول. اورجانيك اورجانيك اورجانيك. متر مربع اسمها سكوير ميدر. سكوير ميدر او ميتر تنصح، سكوير ميدر لونج اي. ملخص يعني سامري. سامري الواي في الاخر بتعمل لونج اي. حديقه سطح بنزرعها فوق البيت يعني في السطح فوق، روف جاردن. روف جاردن. فلفل يعني بيبر. بيبر بيبر. دي كلمات الدرس الاول لجريد 6، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.